سنة الضد. هذا التعريف يأتيكم من الموسوعة المالية في إنسايكلوبيديا العربية. يعرف سند الضد في المصطلح القانوني بأنه محرر الغرض منه إثبات أن الإرادة المصاحبة للتصرف الظاهري وحيثيات المحرر غير مقصودة بذاتها، وإنما تنصرف إلى تصرف آخر مختلف. وبهذا المعنى يمثل سند الضد عقدا أو اتفاقا حقيقيا لا يرغب المتعاقدان بكشفه، وإنما يسعيان لإخفائه من خلال تحرير وثيقة ظاهرة لحجب حقيقة التراضي. وفي المراجع القانونية يعرف سند الضد بأنه العقد المستتر الذي يبطل أو يعدل مفاعيل العقد الظاهر. والعقد المستتر يعبر عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين، أما العقد الظاهر فينطوي على إرادة وهمية غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، قد يقرر شخص ما من خلال هذه الوثيقة القانونية أن محل العقد مملوك لشخص آخر بشخصيته الطبيعية أو الاعتبارية، وأنه ليس المالك الحقيقي. فالطرف الأول هو المالك الظاهر، وإنما سجل محل العقد باسمه لأمر إجرائي، ويتعهد المالك الظاهر بنقل تسجيل الملكية إلى المالك الحقيقي. وتنشأ هذه الحالة عندما يلجأ شخص مغترب في بلد الاغتراب إلى تسجيل عقار اشتراه باسم مواطن، لأن قوانين ذلك البلد تمنع تملك غير المواطنين للعقار. ويعرف سند الضد أيضا بورقة الضد أو عقد الضد.